مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان ينصحني أبي للخير ترشدني أمي للبدو يسعدني حب الغير يفرحني هذا الإحسان هذا خلقي يأمرني ذاك فعلي ينصفني ديني خلقي علمني ذاك معلمي أوصاني مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الخير منا خير وعطاء بدلا حبا وإسقاء هذه حسنة تدفع عني داء مرض وإفلاس قلبي رقيق يعطف دوما إحساسي لا يعرف لون مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان شعره أشعث مريض يشكي حاله مقعد وجهه يحكي كل القصص عينه تروي كل مثير يجلس دوما عند الركن يراقبنا بكل حزن يمد يده بكل أمان ينتظر منا الإحسان مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان تتوانى لا تتكاسل لا تتجاهل حب الخير خذها مني هذه نصيحة من أعماقي كلمة صريحة يسعدني أبي في البيت قدوتي يبقى للأبد بالإحسان نرقى دوما نسعد نفرح بالدنيا مد يده نظر إلي يطرق باب الإحسان ما قولي دمعت عيني أيقظني ذاك الإنسان